السلام عليكم. هنشرح النهاردة برنامج الانستجرام، ازاي نحمل الصور والفيديوهات من على الانستجرام. دي حاجة يعني انا ساعات ببقى عايز احمل مثلا فيديو عجبني على الانستجرام، صور اي حاجة زي دي، بحملها ازاي؟ بدخل على الانستجرام من هنا، ملناش دعوة بالحاجات دي. مثلا عجبتني صورة، مثلا ايا كان، مثلا الصور دي برضه ملناش دعوة بيها، مش عارف دخلنا عليها ليه، يا ساتر يا رب. المهم يعني برامج كده، فين 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 فين، اي صورة اي صورة، وليكن أي صورة، وليكن الصورة دي مثلا، مش عارف دول مين، تامر ياسمنت الراجل، مش دعوة برضه. أي صورة تانية يعني، مثلا الصورة دي، الصورة دي كويسة عجبتني، مثلا الراجل اللي واقف ده برضك عجبني. المهم هندوس على اول حاجة، هنشغل البرنامج اللي هو طبعا انستجرام، اسمه داونلود انستجرام. هندخل عليه، طبعا البرنامج بيبقى فيه زي اعلانات تحت كده، ملناش دعوة بيها برضو. احنا بنضغط على هي الاعلانات اللي انا بقول لكم عليها. برضو في برنامج ضد الاعلانات هنزله. اول حاجة بتدخل على الانستجرام من هنا، والصورة دي بتضغط عليها من تحت كده، هتلاقي كوبي شير اورل، هتروح دايس عليها. المفروض هنا هتظهر لك العلامة اهي بتاعت الانستجرام، اللي هو بعد ما نضغط على العلامة دي كده هتظهر لنا الصورة، وهتدوس على هي دي بس الحكاية اللي هي بتاعت الإعلانات. بتدوس على كلمة لاسك وبتبتدي تحمل معانا عادي جدا. وبس، هي دي فكرة البرنامج، وهو برنامج جميل. أي حد يحمله. السلام عليكم.